كذا بدت الشوارع الرئيسية للمدخل الغربي لمدينة المكلا في محافظة حضرموت، وهكذا بدا عدد من الأحياء في المدينة بعد أن جرى رصفها وتطوير بنيتها التحتية عبر منحة قدمها البنك الدولي عن طريق منظمة اليونيبس، وتنفيذ مشروع الأشغال العامة في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى. احنا في صدد تنفيذ مشاريع جديدة في السنة القادمة إن شاء الله، منها طرقات ورصف ومياه ومجاري وكل قطاعات الدولة وطاقة شمسية وكل شيء. ثلاثة من المشاريع الكبرى لسفلتة الشوارع الرئيسية يجري تنفيذها حاليا وفق مواصفات محددة، وسط اهتمام بنصب اللوحات الإرشادية بعد توقف عن تنفيذ مثل هذه المشاريع لنحو 15 عاما. هذا المشروع يعتبر من أضخم المشاريع اللي حظيت به مدينة المكلا خلال هذه الفترة. 21 مشروعا من مشاريع الرصف يجري تنفيذها حاليا في عدد من الأحياء الكبرى في المكلا. المشاريع تتضمن توسيع وإعادة تأهيل منظومتي المياه والصرف الصحي بعد أن شهدت المدينة خلال السنوات الماضية ازدياداً ملحوظاً في أعداد السكان الذين توافدوا إليها من مختلف المحافظات من جراء الحرب الدائرة في البلاد. تحسين مدينة المكلا بعدد 21 مشروع، توزعت هذه المشاريع على مشاريع الرصف والمجاري وتأهيل وإعادة تأهيل الحدائق والكورنيشات. بقدر الأهمية التي تمثلها هذه المشاريع لسكان هذه المدينة والمترددين عليها، إلا أن المواطنين يشكون من بطء عملية التنفيذ، أمر يبرره القائمون عليها بوجود صعوبات وعوائق في توفير مواد أولية وضرورية. لعقد ونصف حرمت هذه المدينة من المشاريع الحيوية لطرقاتها وأحيائها الرئيسية، واليوم تأتي هذه المبادرة من جهة خارجية لتؤكد على ضرورة زيادة الاهتمام من قبل الحكومة والسلطة المحلية لإعادة البناء والتأهيل لشوارع متهالكة أصبحت مصدر إزعاج لمرتادي الطريق ومركباتهم. مطيع بمزاحم، سكاي نيوز عربية، المكلا.